السبب الاساسي للسمنه المفرطه، السبب الاساسي مش الاكل كتير بس، قبل الاكل الكتير القعده كتير، الراحه كتير. كل انواع جراحات السمنه المفرطه الهدف منها انقاص الوزن وعلاج الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه اذا كانت موجوده وتحسين اللايف ستايل. السمنه تعطل الانجاب بصوره واضحه جدا، بتعمل تجاوز في المبيض ولخبطه في الهرمونات ويعني تاخر في الانجاب بصوره واضحه جدا. البنات بيبقوا مهزومين نفسيا. البنت اللي وزنها كبير فعلا ما بتبقاش عايزه حتى تتصور، مش عايز تحضر مناسبه مع صاحبتها او بتبقى قاعده في البيت ما بتشوفش الشمس. ايها الناس، خلي بالكم من عيالكم، انتوا امناء عليهم. ده في ناس والله بتبعت الحاجات الادويه اونلاين وتقول تعالى خد العلاج. دي جريمه على فكره، لا يقابل، دي جريمه لا يقابل، ما بقابلش العيان اصلا. هو انت بتليفون كده؟ هو في حاجه اسمها كده؟ انقاص الوزن هو علاج لتاخر الانجاب، انقاص الوزن هو علاج عشان يظبط الدوره الهرمونيه مره اخرى للبنت اللي عايزه الدوره بتاعتها تبقى منتظمه، عايزه يبقى عندها صحه انجابيه مظبوطه، لازم تنزل وزنها. انا اتمنى ان احنا نعمل منظار معده تشخيصي لكل الناس قبل عمليه السمنه، لان في حال عدم عمل منظار معده تشخيصي ما قبل العمليات بتتفاجئ ان انت تلاقي عندك فتق في الحجاب الحاجز، يا اما تكون سكر من النوع الثاني، وهنقيم ده بقى بالسي بيبتايد والفاستنج انسولين ليفل والهوما والانتيجاد، كل الحاجات اللي بتتعمل لتقييم المريض. انت نوع ثاني، هتبقى من اكثر الناس حظا، لان انت هتخلص من السمنه وهتخلص من السكر في عمليه واحده بس اللي هي تحويل المسار. لو هذا البرنامج نجح بس في محاربه السمنه، يبقى احنا قدمنا شيء عظيم جدا. اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم السمنه، هذا العالم المثير. مريض السمنه يا جماعه يومه وحياته يعني فيها الكثير جدا من الاحباطات، فيها الكثير جدا من العزله احيانا، حتى لو بان ان هو له اصحاب، لكن هي عزله. لو احنا شفنا نموذج كده لكتير من مرضى السمنه، يومهم ماشي ازاي؟ اولا هو غالبا مهمل في 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 ملابسه، لانه ما فيش ملابس هو بيحبها، كل ما يحب حاجه يجي يقسمها، فتلاقيه لابس حاجات مش موضه، هو لابس حاجات اللي لها اللي فيها ال 6 اكس لارج ولا ال 5 اكس لارج. طبعا حياته كلها او افكاره كلها مرتبطه بالاكل، والاكل ده في اي حته، هو شاف الاكل واتيفر، فين الاكل بقى؟ الاكل ده في الشارع، على عربيه اكل مش مضمونه قوي، ما فيهاش هيجين، وبياكل بطريقه هو مش محافظ على حتى شكله، حتى نظرة الناس أو حواليه مش فارقة معاه، بيرمي الحاجة، بيرمي الورق في البتاع، بالنسبة له مفيش حد، وحدة، حاسبه وحدة، اكتئاب. طبعا يزيد وغط بقى أن يجيله أزمة قلبية، تجيله مشاكل في ضغط الدم، زي ما شايفين ده جاله أزمة قلبية، أزمة قلبية مفاجأة. وطبعا لو أنتوا خدتوا بالكم تعبيرات وشه كلها، هو ماشي على غير هدى، ما تحسش ان هو رايح مكان، هو ماشي وخلاص، وهو ده بالنسبه له المشي بتاعه. في ناس فاكره ان المشي بتاع السوبر ماركت وبتاع الستورز والمشي اللي هو انا مثلا رايح مول مش عارف ايه اتمشى كده انا بخس، ما بيخسش ولا جرام. المشي ده، المشي اللي بيخسس ده مشي تاني، مشي سريع جدا، لازم تعرق فيه، ضربات قلبك تزيد. وطبعا بالنسبه لمريض السمنه المفرطه القصه ينوت عليها يعني محاذير، فخلينا نقرب من مريض السمنة بشكل دقيق ونفهمه. هذا المريض الحقيقي اللي للأسف مظلوم، يبان طبيعي ويبان بيضحك ويبان له صحاب،
لكن انا بقول لكم هو في عزله شديده جدا، لازم يكون قلبنا عليه، لازم نحطه في عينينا وعلى دماغنا، واوعى حد يتنمر بمر السمنة، اوعى حد يتنمر عليه. احنا بنوريكم خطورة الامور، لكن تتنمر على حد ما تبقاش مؤدب خالص، التنمر ده قمة قلة الادب. لكن تعالوا نسمع العلم النهاردة بدقة شديدة جدا من واحد من نجوم عالم جراحات السمنة، بيسعدني الحوار معه دائما وبيبدع دائما في شرحه وتفصيله، والطرح الساعات يكون في الدقه بدقته، تحس انه مجسم كانك عايش فعلا مع المريض، وكمان كتير جدا بيتعرض الى الجوانب النفسيه والاجتماعيه لمرضى السمنه بشكل دقيق. ضيف العزيز والقيمه العلميه المتميزه والاسم اللامع في هذا المجال الاستاذ الدكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، مدير وحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل، زميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو كليه الجراحين الامريكيه، وصاحب اعلى تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه. ضيف العزيز، اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. قبل ما ابدا انا عايز يعني ارسل تحيه خاصه لجامعة عين شمس وقسم جراحات السمنة في جامعة عين شمس على الجهد الكبير اللي انتوا بتعملوه. حقيقة كل يوم نجاحات، بتابع نجاحات الكبيرة للقسم، نجاحات الكبيرة للمستشفى، والتوسعات، منبهر بالتوسعات كمان وبالحاجات الجميلة اللي بتعملوها، السور الجديد اللي بتعمل، حاجات حلوة قوي. أنا يعني في البداية تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين وكل فريق العمل، وأضم صوتي لصوت حضرتك طبعا في الإشادة بكل ما يعني بيتعامل في جامعة عين شمس. الحقيقة طبعا عصر ذهبي في كل الإنشاءات، في الأبحاث العلمية، في يعني تجهيز يعني الجامعة بأحدث ما يمكن من أوض عمليات. والحقيقة طبعا أنا بحس إن احنا في حلم، مش يعني في حاجة يعني هيبقى الحمل تقيل على القادم، يعني هو يواكب فعلا التطور. تحس ان في كل حاجه واخده على اقصى حاجه في كل حاجه. مستوى جامعه عين شمس في المستشفى دلوقتي وصلت للذروه، يعني في كل الامكانيات الطبيه والعلميه والنظام، وخصوصا في جراحات السمنه. انت قاعد بره جراحات السمنه بالذات، واسم جراحه السمنه طبعا بكوادر علميه رهيبه، يعني الحقيقه في مشاركات علميه دقيقه، متابعات لكل المستجدات الطبيه، وتجهيز على اعلى مستوى في اوض العمليات. حاجه تدعو للفخر ان جامعه عين شمس فعلا من الجامعات اللي فعلا تقول ان ده العصر الذهبي، اللي هو كل واحد بيشتغل في اي جامعه مصريه يتمنى ان هو يبقى في جامعه عين شمس في هذا العصر الذهبي. بنحسدكم. يعني لا الحقيقه حاجه بس حسد جميل، يعني ده اللي بيسموه الغبطه، يعني حاجه جميله خالص. مريض السمنه مكتئب، مريض السمنه بيعاني من ضغوط نفسيه، انت تحكي لنا اكتر من غيرنا، من غيرك، يعني انت يعني قريب من مرضى السمنه وقريب من مرضاك بشكل خاص، وانا بتابع طبعا ان انت بتقعد تتكلم معاهم والى اخره. في جلسات سبورت نفسي طبعا 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 طبعا، ويعني احنا عايز اقول لحضرتك انه يعني المريض السمنه المفرطه هو مرهف الحس، اذا كنت قادر اعبر يعني كويس، يعني بيتأثر من النظرة وبيتأثر من الكلمة وبيتأثر احنا يعني مدربين حتى السكرتاري عندنا في كل المراكز ان هم البادي لانجوج، النظرة، الكلمة لازم تكون بحساب، لانه احيانا طبعا بيتأثر بكلمة، بيتأثر بتصرف يعني بيحس فيه اندر استيميشن او يعني سوء تقليل تقدير لوضعه. احنا يعني لو هنبتدي نتكلم على الطفل اللي هو الصغير اللي هو بقى ذكي جدا ومش قادر يحصل دراسيا قد زمايله التانيين، لان لمجرد بس ان هو فاقد الثقه في نفسه، لانه مش قادر يجري زيهم، مش قادر يتحرك زيهم، مش قادر يلبس زيهم، حاسس ان المدرس او المدرسه احيانا طبعا ما يعني لا يعني انا ما بقيمش الوضع، لكن احيانا بيكون في نظرات سلبيه من المجتمع لجلد هذا الطفل الصغير. أي مدرس على فكرة أو مدرس ما عندهمش الخبرة ويبدأ يتعامل مع طفل في المنتلمزته بنوع من التقليل أو يقول له جملة حتى باللفظ أو لفظ لازم يعاقب طبعا، لازم يعاقب طبعًا من طبعًا إدارة المدرسة هي بشكل مباشر، ما فيهاش هزار، ما فيهاش هزار. احنا زمان حتى يمكن كنا نشوف الأهل نفسهم بيتنمروا على الطفل، دلوقتي ما بقاش نشوف كده. لقينا الأهل دلوقتي بقى عندهم حزن شديد وشايلين هم الطفل الصغير، وتدرج بقى البنت المتاخره عن الزواج، البنت مش قادره، اللي نجحت في الثانويه مش عايزه تروح الكليه عشان وزنها كبير، يعني في هزيمه نفسيه
غير دراسيه خالص ولا علميه خالص، هما اذكياء جدا وروحهم عاليه جدا وتلاقيهم جمال وسواء في كل الاعمار على فكره. السمنه المفرطه بتطفي نوع من برضو يعني المرح يعني او عدم اخذ المواقف الصعبه بصعوبه يعني، لكن هو بيكون بتقطع من جوه يعني، لانه في عنده مشكله في الرياضه، عنده مشكله في اللبس، عنده مشكله في الكوميونيكيشن، عنده مشكله في العمل نفسه، ما انت عايز تعيش حياتك الطبيعيه كما يجب يعني. فالسمنه المفرطه احنا يعني طبعا جلد الناس المصابه بالسمنه المفرطه، انا يعني لازم نعرف ان ده مرض كرونيك ديزيز يعني، ده مش حاجه ترفيهيه ولا هو ناتج عن زياده الاكل يعني، هو الجسم بيدفع الانسان المريض بالسمنه الى استهلاك انواع معينه من الاكل ترضي شغف وشراهه الجسم لهذه الانواع، الستيت اوف هايبر انسولينيميا او الانسولين ريزيستنس، او يعني هو عايز ياكل اكل فيه طاقه عاليه، هو ما بدورش على الاكل الصحي خالص، هو مش ده اللي هيكفيه الخضار، الجسم محتاج لكالوريز عاليه، وبالتالي احنا جزء من المريض المصاب بالسمنه ما هتلاقي جزء منه وراثي كتير، في معظم العيانين بتلاقي ام او اب او اسره، انت بتجلد الطفل ده ليه يعني، او تجلد البنت الصغيره دي ليه، ما هو ده سمنه وراثيه جينات هي مؤهله لاستقبال وتخزين اقل كميه من الاكل، فلا يجلد، هو ده مرض يعني، ويمكن التخلص منه بصوره سهله جدا ما فيهاش مشكله. فطبعا بتظهر الوضع ده في صوره اكتئاب، عيانين كتيره جدا جدا بيكون عنده سمنه مفرطه وماشي على انتي ديبريسنت، مشكله الانتي ديبريسنت بتزود الوزن، بتفتح الشهيه جدا، بتفتح الشهيه جدا وبتقلل الحرق مضادات جدا، مضادات الاكتئاب يعني، مضادات الاكتئاب يا جماعه بتزود الوزن، بتزود الوزن، فانت بتبقى يعني في يعني طبعا بيبقى سمنه مفرطه مرضيه وماشي على ادويه الاكتئاب، ما يقدرش يوقف والله، معظمهم بيوقفها بعد انقاص الوزن، بيبقى عنده سيلف ساتسفاكشن وبينزل وزنه، وتلاقي الادويه قلت خالص وابتدى ان هو يتصور ويحط صور على الفيسبوك على الانستجرام، هتلاقي يعني تواصل مع المجتمع كما يجب، دي ثقه في النفس، ابتدي ان هو يتعافى بصوره سريعه جدا، وما بيتطلبش ان هو ياخد علاج ما بعد ذلك. امراض كثيره بسبب تاخر سن الانجاب، تاخر الزواج اصلا عموما، عدم الحصول على وظائف، هتلاقي عدم يعني الفشل الدراسي او عدم مواجهه يعني المجتمع في الصوره اللي احنا موجودين فيها، دي كلها اسباب قد تؤدي الى الهزيمه النفسيه والاكتئاب بصوره واضحه جدا، يمكن علاجها بانقاص الوزن. في فيلم مشهور قوي اسمه ذا اكويلايزر او الموازن يعني للمبدع دانزيل واشنطن، فكان في الفيلم هو معاه زميل له في العمل المفروض انه وزنه زايد وهيتعين امن، فهم مش عندهم اشتراطات ان الامن لازم وزنه يبقى كذا، شوف المعامله الجيده جدا من زميل لزميله ازاي بيقول له لا انت لازم تخس، ازاي تقل، هو وزنه زياده بسيطه مش سمنه مفرطه يعني، فيعني انا افتكرت المشهد بتاع السبورت النفسي، الدعم النفسي، وازاي العمل، انت لما قلت حكايه العمل ما في شغل معين يترفض المريض السمنه بسببه، بنشوفها كتير، ومش لازم توصل يعني انت يعني 80 كيلو انت بقيت 90 كيلو انت خلاص كده يعني، قصدي في بعض الوظائف يعني اللي بتحتاج يعني يعني المظهر او لو عايز يشتغل طيار طبعًا، او مضيف الطيران او طبعًا، او طبعا او ضابط شرطه او ضابط حربي لازم وزنه يبقى كويس، انا يعني مش عايز اخصص وظائف بعينها، لكن هو في بعض الوظائف اذا يعني تعدى الوزن معين خلاص انت يعني غير صالح للعمل، هتترفض يعني، ما هو ده السؤال، فانقاص الوزن في كل الحاجات لازم طبعا، ويعني الوظائف العلميه الوظائف دي حاجه مهمه جدا، واحنا في يعني بس على نطاق يعني انت مش لازم توصل لكتله جسم فوق ال 40 عشان تبتدي تفكر في انقاص الوزن، احيانا بيبقى الوزن اقل من كده في بعض الوظائف، يعني مضيفه مثلا هي وزنها خلاص جربت دايت وجربت بالون معده، هو وزنها عندها 20 كيلو زياده، انا لا ادعو ان احنا يبقى عندنا 20 كيلو فاعمل عمليه تكميم، بس برضو احنا يعني احيانا في بعض الكتل اللي بتبقى بدل ما سنك 32 30 32 في بعض الوظائف الحرجه انت هتعمل له ايه؟ ما هو ركب بالونه مش نافع معاه وهيترفد من شغله. فطبعا احيانا بنعمل عمليات التكميم من العمليات اللي بتتعمل في انقاص الوزن الاوزان الصغيره في الناس اللي هي تتطلب وظائف معينه لذلك.
فهي تكون بس كتله الجسم 30 32 بنبتدي نعملها اذا فشل في طرق تحفظيه. لذلك في عمليات ثانيه طبعا زي تحويل مسار بانواعها، تحويل مسار المعده الكلاسيكي، تحويل مسار الاثنى عشر من العمليات اللي احنا مهملينها خالص، لكن هي فعاله جدا في علاج السمنه المفرطه مع يعني زي كوليسترول عالي، زي امراض اللي هي الامراض الميتابوليك اللي هي زي السكر، دي بتكون فعاله من اقوى العمليات اللي بتعمل في التاريخ لعلاج الامراض اللي هي المتعلقه بالسكر والكوليسترول وامراض القلب. اللي عايز اقوله انه انقاص الوزن هو علاج جذري للاضطرابات النفسيه المصاحبه للسمنه المفرطه، لان من سببها السمنه المفرطه بتحبس الانسان جواها، بتخليه في مود مهزوم طول الوقت، مش قادر يواجه المجتمع لانه محبوس طول الوقت، ومجرد ان تشيل عليك بس الهالو بتاع او المشاكل بتاعت السمنه المفرطه انت بتبقى انسان طبيعي جدا، تقدر تواجه المجتمع بكل ارتياحيه سواء اجتماعيا او سواء عمليا في شغلك او سواء رياضيا كحياه عامه، بتقدر تواصل المجتمع بكل يعني بساطه وكل يعني ارتياحيه. هل تقترح انه او ترى او موجود في فريق عملك استشاري نفسي بيعمل على تاهيل مريض السمنه قبل وبعد الجراحه؟ طبعا طبعا انا ادعو لذلك. احنا لازم تكلير اوت السايكولوجيكال ايشوز يعني قبل العمليات بصفه عامه. اي مريض عنده مشاكل نفسيه لازم يتم عرضه، ولو لقينا حتى مريض مش ما بيشتكيش من امراض نفسيه بيتم عرضه برضه على انا شكيت في ده، زي المنظار كده اللي عندك مشاكل في ارتجاع او عندك مشاكل في بنطلب منظار بالظبط زيها بالظبط، او مريض قلب مثلا بيشتكي من مشاكل في القلب او باخذ التاريخ المرضي يتم عرضه على دكتور القلب. كل التخصصات يعني سواء للقلب او الصدر اذا تم الشك في اي حاجه بالنسبه للتخصصات الثانيه بيتم ارجاعها الى المتخصص في التيم عندنا. والحقيقه طبعا لكذا سبب. نقطه في منتهى الخطوره ان بعض الامراض النفسيه ممكن تسوء بعمل عمليات السمنه اذا كان الدافع او الحاجه اللي بتريحهم هي الاكل. يعني بعض الامراض النفسيه هو الراحه بتاعته بس في الاكل، انا زهقان وعندي مشاكل نفسيه فراحتي النفسيه ان انا اكل. احنا دكتور النفسيه عندنا في التيم بيتم ارجاع المريض ليه، وببقى عندي سؤال واحد مش بس عشان ينظم لي الادويه بتاعته. هل هو ديبند انت على الموضوع ده ولا لا؟ لان انا طبعا كميه الاكل هتقل بعد العمليه، انت مش هتاخد راحتك قوي يعني في الاكل. انا المعلومه دي بقولها عشان الناس تستفيد وان الناس تبقى حاطه الامور في نصابها. لابد من استشاره الدكتور النفسيه ويشوف المرض النفسي العنيف يعني اذا كان ده معتمد على الاكل في راحته فانا همنعه، فانا هقلل كميه الاكل ما بعد العمليه. دكتور النفسيه بيقعد ويديني ريبورت تاني على انه لا ما فيش علاقه خالص وان الامور هتتحسن باجراء العمليات، ساعتها بقى بشتغل بمزاج وفعلا العيان بيتحسن جدا جدا. طيب عدم وجود طبيب النفسيه او عدم وجود الاستشاره النفسيه قد يؤدي الى اساءه الحاله. عشان كده السمنه مش جاست ان احنا نقص معده او ان احنا نعمل عمليه فقط، لا ده ليها خبره عاليه جدا في التجهيز يعني على كل التخصصات. أنا مش قادر طبعا أسرد كل الحاجات، لكن دي بعض الحاجات اللي ممكن الطب النفسي بيبقى مهم جدا جدا فيها. عندي ثلاث محطات هتجاوبني على كل محطة وتفسرها لي، لأن فيهم محطة مهمة جدا جدا. تعالوا نعيش مع المحطة الأولى. أبيض أسود أم رمادي؟ بعض المرضى ودي حقيقة في عقول كثير من الناس جايه تعمل جراحه سمنه وفي اعتقادهم يلا بقى انا هعمل الجراحه بعد كده بقى هاكل براحتي بقى، ما انا عملت جراحه. الكلام ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ لا طبعا هو رمادي للناس اللي فاهمه، انت هتاكل كل حاجه انت عايزها لكن في حدود النورماليتي يعني طبيعي. حدود الطبيعيه. الانسان المتعادل في نوعيه اكله في كميه اكله هو انسان طبيعي جدا، لن يتاثر بالسلب بعد العمليه، بالعكس انت هتبقى انسان طبيعي وجميل خالص. المحطه الثانيه. وشك أم يقين؟ دي المحطة دي أنا سمعتها بوداني، وساعة لما سمعتها يعني كويس إن أنا ما كسرتش الشاشة، لأن في الحالات دي ببقى منفعل جدا. إذا قال مدعي، أنا كده بينت يعني، بس هو إنه لا بجملة
انا اصلا ما بحبش جراحات السمنه. انا سمعت واحد بيقول كده، وروج لاعشاب لا تغني ولا تعالج شيء، وللاسف موجود على شاشات المفترض انها تكون يعني مراقبه. متهم ولا جاني؟ اصل ده ما ينفعش يتقال عليه بريء. لا الحقيقه ده متهم ولسه كمان. الحقيقه طبعا انا بشوف نفس الاحساس اللي حضرتك يعني قلته ده. انا ببقى طبعا يعني فعلا ومش قادر ارد عليه. طب هجيبه ازاي ده؟ احنا من خلال القنوات اللي هي طبعا خلال التشانل بتاعتنا او البرنامج الطبي المحترم، احنا بندعو الناس انه يعني مش كل الحاجات اللي تسمع لازم تتنفذ. يعني تخيل ان حد مش دكتور يلغي اقسام جراحات السمنه على مستوى العالم. بيحصل ده يلغيها والله بجملة. وفي دكاتره يعني في دكاتره وفي حاجات عن جهل بالعلم او جهل بيؤدي الى اضاعه الفرصه على ناس كثيره جدا في ان هم ينقصوا وزنهم. وده علم وطب وجراحه في كل العالم، هي ليست في مصر بس. ده دلوقتي اقسام، يعني عندنا في طب عين شمس عندنا اسم جراحه السمنه والسكر انفصل عن اسم جراحه، يعني ده سب سبيشاليتي بقى، ده اسم جراحه السمنه والسكر قسم له بالظبط. بالظبط كده. يعني قسم على مستوى العالم في جامعات كتيره جدا، ان ما يكون قسم يبقى وحده. يعني الجامعه اللي مش عاملاها قسم عاملاها وحده متخصصه له مكان ومكاتب وجراحه اوضه عمليات خاصه بيه وجراحين متخصصين بس في السمنه، مش بيعملوا له عمليات ثانيه. محطه تل وشك ام يقين. الحته دي مهمه قوي. في عيان يعمل العمليه ينزل فرير، وفي عيان ينزل كده يعني يضح، يعني زي ما بقول يتدلع، بينزل كده بالبطيء. الكلام ده وهم ولا شك ولا يقين؟ هو ده يقين طبعا، لانه اعمار مختلفه، حالات صحيه مختلفه، اوزان مختلفه، يعني جراحين مختلفه، دباسات مختلفه. طبعا في فرق. انت بتاخد ممكن تعمل عمليه بيرفكت بس انت ما عندكش الكتالوج اللي يأهلك ان انت تنزل بصوره صحيه سليمه. طبعا ده يعني فيها كذا حاجه لابد من ان هي تبقى يعني سايكل مقفوله من عمليه ومتابعات واحترافيه في كل حاجه. هسيبكم بقى في اخر كالعاده نشوف مرضى من مرضى الدكتور كريم وقصصهم وحكاياتهم، ويعبروا هم نفسهم بيقولوا كلام حلو، لما بقعد معاهم بيقولوا كلام مختلف، بيتكوا على النقط احنا احيانا نشوفها بسيطه وعابره بالنسبه لنا، لان احنا بنهتم بالدباسه وبنهتم بهنقطع فين وبندخل منين والتخدير مش عارف. هم ليهم تعبيرات ثانيه بقت مهمه بقينا نسمعها. ده إيه؟ لما عيان يقول لك انا اهم حاجه دلوقتي في حياتي، اهم حاجه في حياتي ان انا بلبس زي ما انا عايز. يا دي مش موجوده في الكتب الطبيه بس موجوده في عقول كتير من الناس. ضيفي العزيز اقسام العلميه الكبيره والاسم اللامع الاستاذ دكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه والمناظير، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، مدير وحده جراحات السمنه ومستشفى وادي النيل، وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو كليه الجراحين الامريكيه، والحاصل على اعلى تصنيف جوده دولي في جراحات السمنه. بتنورني وتسعدني دائما بحوارك الجميل. خليكم مع الناس الحلوه. أنا دينا سن 22 سنة، عملت عملية تكميم معدة مع دكتور كريم صبري من سنة. أنا دلوقتي خسيت 37 كيلو، كنت 116 بقيت دلوقتي 79 كيلو. طبعا حياتي اتغيرت في الفترة دي. السنة دي غيرت لي حاجات كثيرة جدا، نفسيتي لكل حاجة، والنظام اللي أنا ماشية عليه مع اتباع دكتور كريم صبري والفريق اللي معاه هو ده اللي وصلني ان انا اكون في نفسيه احسن دلوقتي. العمليه مش صعبه خالص، وكنت بتحرك بعديها على طول. انا دلوقتي باكل كل نفسي فيه بس بكميات قليله، ومفيش اي تاثير على صحتي، لان كان كله بيقول ان انت سنك صغير وليه تعملي العمليه وليه وليه وليه. بس انا كنت وصلت لمرحله انا نفسيا مدمره، ما كنتش قادره اعمل دايت تاني لان كنت تعبت. انا دلوقتي احسن، بقيت في الحاله اللي انا نفسي حاجه ان انا كنت نفسي فيها. دلوقتي بقدر ادخل اي محل البس اللي انا عايزاه، ما مش قافله على نفسي، بنزل وباجي وبشتغل. انا كنت الاول ما بنزلش من البيت اصلا. عشان الناس تبقى فاهمه ايه حدود المنظار، لانه المنظار تحديدا مثلا يظلم، هو آلة رائعة وعظيمة جدا، لكن يظلم في إن أنا
أخلي في عقول الناس إن كل الجراحات يمكن أنها تعمل بالمنظار، وهذه ليست حقيقة علمية. حقيقة ده حقيقة. بيتظلم كمان في حاجة، إن هو أنت كجراح لا تتعصب لشيء. التعصب في نجاحك في كل حياتك، التعصب مرفوض تماما، مفيش حاجة اسمها تعصب. أنا أجيد استخدام المنظار، والمنظار ده حاجة هائلة جدا، لكن مش في كل عملياتي هعمل منظار.